يعني انا تسالني بقول لك الفارق اللي هو في عشرات الاصوات بيني وبين كرم نصر الدين كان في النظره العائليه. بالنسبه لعائله نصر الدين اللي انا عائله اقدرها واحترمها، هي عائله اللي كان بالنسبه لها رئاسه المجلس المحلي هدف مهم جدا، هدف اللي كانوا مستعدين يسعوا لهذا الوصول إليه في النهار وفي الليل، ويكرسوا كل الطاقات اللي فوقيهم واللي تحتيهم. بينما عائلة حلبي انشغلت في خلافاتها الداخلية، ونفتش على بعضنا مين وين هذا غلط، وين هذاك تصرف، ولا وين سافر، ولا وين راح، ولا وين إجا. هذا كان الخطأ من عين. وأنا بدي أقول لك صراحة، حتى إذا بتاخذها على التاريخ، بقولوا عند اليهود ليش بيت المقدس انهدم؟ لما نخراف بيت المقدس، تعرف؟ بجلال سنات اخيم، لانه كان في كراهيه بين الاهل. وانا بدي اقول لك اليوم السؤال لمين منيح هذا اساسيه، هذا منيح للمنافسين. على على على, على, على فكره يعني هاي بدها شطاره كثير. لما لا انت تقول اليوم لمين منيح انه هدم بيت المقدس. اوكي، هاي نظره تاريخيه، ولكن انا بدي اقول لك نعم بشكل واضح، لا يمكن انك انت تستمر في النظرة الساذجة واللي فيها نوع من الغباء، انه بتيجي انت قبل الانتخابات يعني بطريقة بسيطة. انا شخصيا بتقول لا، بتقول لشخص اليوتوبيا اللي موجودة عندي بتقول يا ريت انسان من عنده من عيلة واحدة في دولة الكرمل يفوز يوم من الايام في الانتخابات، يا ريت. من عيلة ايش واحدة يعني؟ من عيلة من فيها شخص واحد مكون من خمسة افراد في دولة الكرمل انه يفوز عشان عنده قدرات. عال، بس انا بقول لك شغلة واحدة، حتى الان لا ارى ذلك في الافق، ولكن يا ريت. منعم، انت بتقدرش تعيش في بلدك وتمشي تمشي في قوانين. حتى في الانثروبولوجيا والسوسيولوجيا لما بيعملوا ابحاث عن القبائل في افريقيا وفي جنوب شرقي اسيا، بياخذوهم في القيم الاجتماعيه اللي موجوده. انت شايف اليوم انه القيم الاجتماعيه في دوله الكرمل خاليه تماما من اي اعتبار عائلي؟ نطلع في المناسبات الافراح ولا في مناسبات الاطراح، تنعمل 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 كل العائلات. بدي اقول لك جمله مهمه، عائليه اجتماعيه رائعه. عاد كل العائلات في دوله الكرمل على الاطلاق مكتله وتهتم في أواصر العلاقة في داخل عائلتها أكثر من عائلة حلبي. وأنا بعطيك على سبيل المثال مشان ما نكونش نظريين، بس خذ عائلة كمال. عائلة كمال أخذت موقف واضح في آخر انتخابات، مزبوط؟ وكانوا واحد من عناصر التأييد الأسس الأساسية لكرمل نصر الدين. إشي واحد من عائلة كمال طلع خارج الإطار. فلما بنحكي على العائلية، يعني هي العائلية هي مصبوغة بس على عائلة حلبي؟ لا، نحن نحكي نحن بالعكس. اكثر، انا بدي اقول بعد جمله، اكثر عائله ليبراليه في دوله الكرمل اللي فيها تعدديه في الافكار وتعدديه في المواقف وفيها معارضه في داخلها وفيها تهجم شخصي بواحد على الثاني هي عائله الحلبي. فريد بتعطينا تعليق، يمكن ذكرنا الموضوع هذا بالنسبه للقائمه، هل ممكن يكون بالفعل المرشح تبعها انسان خارج عائله حلبي ولا انه مجرد ترجيل بيقول في اللغه العبريه؟ طلع، انا بدي اقول للاخ فريد تفضل اول شيء انضم للحركه ورشح نفسك، وانا باكد لك انه الحركه راح تاخذ في مقياس وفي معايير واحده، وهي مناسبه الشخص انه يقود هاي الحمله. وبعد في شغله بدي اقولها للاخ فريد، لازم اول شيء الشخص نفسه يكون بده. يعني انا لا اؤمن في المبدا اللي بقوله في النظره بتقول تعال نروح نفتش على المرشح في البيوت ولا في محلات ثانيه ونيجي نقنع انه يترشح. المرشح اللي بده ينزل على هاي الساحه ومستعد النزول بالوحل، نعم، ويقول ومستعد يتغرق في 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 ميه السياسه، تفضل في ينزل على الساحه. سامي يسال، يتساءل من عبر ايضا الحاسوب، اسال نفسك. وللاسف كل التعليقات في العبراني، لذلك انا مضطر ترجمتها للغه العربيه. يا ريت يا ريت يا ريت تعطونا تعليقات في اللغه العربيه. اسال نفسك ليش حصل الفشل في الانتخابات الاخيره؟ لربما الناس ما بدها زعامات، سئمت من الزعامات. والله انا لا اجيت من بيت زعامه اخ منعم، ولا انا حامل أخسامي. ولا الاخ سامي، الاخ سامي انا طبعا مع الاحترام والتقدير، نعم، لا رمزي حلبي جاي من بيت زعامه ولا اؤمن بمبدا الزعامه. انا اجيت بعد مشوار طويل في الخدمه العسكريه وفي عميدار وفي الجامعه وفي محلات ثانيه، اجيت لاخدم بلدي. وانا بدي اقول لك صراحه، لو انا حافظت على الامور العائليه واهتميت اكثر في الامور العائليه زي ما بيقولوا في المقوله العاميه دير بالك على جماعتك، يمكن ما كنتش وصلت للوضع اللي في سنه 2003 قررت كل زعامات عائله حلبي تأيد اكرم حسون. فلذلك لا يمكن اتهامي مرتين، مره واحده انه انا عائلي، ومره ثانيه انه ليش ما حافظتش على جماعتك. دكتور رمزي، هنالك عده اسماء من عائله حلبي تتحدث عن نيتها بترشيح نفسها للرئاسه المقبله، السيد رافع حلبي، سميح حلبي، كرمي معين حلبي، خليل حلبي،
سلمان حلبي لربما، وأنا يمكن ما نسيتش أحد، إذا نسيت حدا يصلحني. فكيف تنظر إلى هذه القائمة؟ هل بإمكانك بالفعل دعم أحد الأشخاص اللي ذكرتهم الآن؟ نعم، أولا في عائلة حلبي في عدة شخصيات عديدة اللي هي حسب رأيي قد المقام ويمكن أن تنافس على رئاسة المجلس المحلي، وفي عندها الكفاءات والقدرات والإمكانيات أنها تنزل على الساحة، وهذا إشي مش غريب. لذلك مرات في ناس بيجوا بيحاولوا يرضوا رمز حلبي بيقولوا والله فيش حدا بلايم غيرك، لا أنا بقول في كثير من الشخصيات في عائلة حلبي بتناسب لدخول إلى هذا المعترك، هذا أولا منهم. ولكن بما أنه حكينا قبل شوي كمان أنه هاي حركة ليست بعائلية، فكمان في عائلات أخرى وفي مجموعات بشرية أخرى في كمان مرشحين. أنا ألتزم أمامك حتى إنسان اللي حارب رمزي حلبي في السيف واتهمه بالصفر واتهمه بال قول الاسم، قول الاسم معلش، لا نحن كل شيء على الطاوله، لا بدنا نشتغل في اسامي لانه بتصير الشغله زي تقول محاوره شخصيه. نعم. هو بيعرف نفسه الانسان اللي تعدى عليه اكثر من مره. حتى اذا هذا الانسان تتقرر الحركه انه هو مرشح اللي ممكن ينجح في الانتخابات، مين الاشخاص الى جانبك؟ مين الاشخاص اللي الى جانبك كيف الحركه؟ كثيرين، ليش تاني اذكر خمسه وانسى 20؟ اها قلت لك الرئيسيين عادت لك المؤسسين، ونحن تنساش انه نحن في بدايه الطريق منعم. نعم. فلذلك انا بدي اعطي الفرصه في كمان حركه شباب بلدي اللي كانت في الماضي ورجعت تتنظم من جديد اللي فيها شباب من كل العائلات. فبجانب الحركه في كمان حركه نسائيه، يعني انا بقول لك انه الحركه راح تكون واسعه جدا من ناحيه اذا في النهايه قالوا بس رمزي حلبي ممكن يجيبنا رئاسه شباك، تقول ثتا؟ لا كمان لا. كمان لا، ليش؟ لانه انا بقول لك ليش، انه هاي مقوله اللي هي لا يمكن ان تقول، يعني هل اللي بيركب على مخك انه في الاف البشر في حركه اجتماعيه سياسيه لمنظمه ما نلاقيش على الاقل 10 منافسين اللي او 10 المرشحين يمكن نسمه؟ بس في هون مبدا مهم جدا قلته قبل شوي بدي ارجع اقوله بكلمات اخرى منعم، وهو انه الشخص اللي بده يقول انا مرشح بده يمشي حسب المبدا العسكري اللي بقول حراي تعالوا سيروا من بعدي، انا بمشي في القياده، انا مستعد ضحي، انا مستعد اوصل للهدف بنجاح، انا مستعد جند رؤوس اموال، انا مستعد ضحي في 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 في, في العائله، في بيتي، في 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 املاكي، في كل شيء، لانه القياده يا اخ منعم، القياده السياسيه المجتمع خاصه في مجتمعنا هذا مش لعبة ششبيش أكيد. ولا لعبة كاتريجل زي ما كنت تلعب الصبح. نعم. هاي اللعبة سياسية قاسية جدا، بدها تكرس كل الطاقات والإمكانيات، بدك تضحي في الغالي والرخيص والنفيس على أساس تقدر توصل لهذا بعد لحظات، بعد فاصل قصير أعزائي سننتقل إلى رأي دكتور رمزي حلبي في ماذا يحصل على الساحة السياسية المحلية، ما رأيه في كرمل نصر الدين، كيف يقيم عمل المجلس والقيمين على مجلس دلة الكرمل في العام والنيف الأخيرين. إذا فاصل قصير جدا ومن ثم سنستمر مع دكتور رمزي حلبي. يا معالي الوزير ما هذا
السيارة والموكب من حولك بتصير تتطلع بالعالم وعلينا تشوف حالك. ولما تمرق بالسيارة والموكب من حولك بتصير تتطلع بالعالم وعلينا تشوف حالك. وما رح قلك راديو الجبل أحلى الألحان لكل الصبايا وكل الشبان. راديو الجبل أحلى الألحان لكل الصبايا وكل الشبان. أحلى موجة لكل البلدان ويا راديو الجبل أحلى ما يكون. إذن أعزائي معكم مرة أخرى حوار مفتوح من عم حلبي يحاور الدكتور رمزي حلبي على الهواء مباشرة موقع كل الناس بالتعاون مع راديو الجبل. متأسف إذا كانت النمرة اللي تعطيتها في البداية نمرة الهاتف الخلوي خاطئة. النمرة الصحيحة 052-330-4734 للاتصال 052-330-4734 أو بإمكانكم زي ما عم تعملوا من بداية البرنامج الضغط على زاوية الرسائل وإرسال عدة رسائل وأسئلة تطرح لدكتور رمزي حلبي. منها مثلا إيال يتساءل ماذا ما رأيك في سلمان حلبي وهل أنت والسيد سلمان حلبي متواجدان في علاقة جيدة اليوم؟ توجد علاقة أصلا؟ أجاوب على السؤال؟ نعم. أولا أنا أحترم سلمان حلبي، أنا بعتقد هو رجل أعمال ناجح وإنسان اللي بيقدم مشاريع لبلده، وعلى هاي القضية طبعا له التقدير الكبير. ما فيش مع الأسف الشديد أي علاقة، ما في علاقة بيني وبين سلمان، لم تكن هناك أي محادثة أو أي تبادل آراء بعد الانتخابات. كان في ضغوطات كبيرة قبل الانتخابات أنه يتنحى عن ترشيح نفسه أسبوع أسبوعين قبل هذا الشيء. لا أنا حسب رأيي الأخ سلمان حلبي كان عنده يعني قلة خبرة، يعني تنقصه كانت الخبرة السياسية في الانتخابات هاي. لأنه على سبيل المثال يعني أنا كان عندي استعداد لأي نوع من التعاون مع الأخ سلمان. أنا ولا مرة طلبت منه أنه يتنازل بعد ما أعلن ترشيحه، لأنه أنا فكرش أنه هاي طريقة صح. أما سلمان حلبي رفض أنه يلتقي فيه ولو لمرة واحدة، وأربع أشهر من المحاولات للقاء سلمان حلبي ولو لخمس دقائق باءت بالفشل. وعلى هاي النقطة أنا بقول يعني مش عيب أنه اثنين مرشحين يلتقوا. أنا على سبيل المثال التقيت مع كل المرشحين، ولكن سلمان حلبي رفض يعني بشدة أن يلتقي فيه خلال المعركة الانتخابية، وأنا أفكر أنه هذا خطأ. نعم، أحد هؤلاء المرشحين كان مغمورا وترشح لأول مرة واستطاع أن يفاجئ، يدعى كرمل نصر الدين. نعم، سنة وشهرين يمكن على فترة رئاسته أنت تبحث الأمور. قلت في البداية بأنك مراقبا للأمور على ماذا يحدث على الساحة السياسية. ما هو تقييمك لوضع كرمل نصر الدين والمجلس المحلي؟ نعم، أولا يجب أن أقول يعني أنه أنا أعمل كمستشار استراتيجي في مركز السلطات المحلية، مركز شلتون أمكومي، وأنا بطبيعة الحال في علاقة مع كل المجالس الدرزية والشركسية، فبما في ذلك أنا في علاقة وفي علاقة عمل مع الأخ كرمل نصر الدين. بدي أقول لصالح كرمل نصر الدين أنه دخل للعمل في المجلس المحلي بهدوء بتواضع، بدون شوشرة وبدون تصريحات بدي أحبس فلان وبدي أعمل نقطة في بحر ونقطة في محيط وعملنا وسوينا وخلوا لي ديون وعملوا لي وسووا لي. فهاي كانت جدا لصالح كرمل نصر الدين دخل.